السلام عليكم. عليكم السلام ياسين. نتمنى ان شاء الله المتتبعين ديالنا يكونوا بخير وعلى خير. هذا نهار جديد ان شاء الله غنشاركوا معكم من الاول ان شاء الله. اليوم جينا عند اخت انتصار في المشروع الجديد ديالها. صراحه جات معك والله الله الا جات معك انتصار. نهار كبير هذا شرفتنا اليوتيوبرز اللي معروفه يا منى ام تيتيش. اياد كبيره لله، عندنا كل شيء موجود، الخير الله كامل موجود. عندك الزين ديالك كل شيء موجود. اليوم تحية للحباب ديالك واجي تشوف المشروع الجديد. السلام عليكم بنياتي وليداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم راني فرحانة جاية عند انتصار نشوف واحد تديها شنو ورانا. داك الشيء اللي كاين. انتصار انتصار كلشي كيعرفها تبارك الله. يا العرايس ديال هذه اليوم جبت لكم الجديد، واحد عند واحد الريستورون اللي هو واعر كما كتعرفوا. طويجنا تبارك الله. اش ديال الانتصار؟ دابا مويا منا هي وتتجيني نشريو. اي طويجنات على حق. واش مصايب هذا اختي انتصار؟ هذا المهم اللي اساسي عندنا هنايا هو الرند. شنو الرند؟ الشطيونات. الرند واحد العشبه معروفه، راه كيعرفوها الاخوان كاملين. اييه وها كلشي تبارك الله، كلشي غزال. تبارك الله، هادشي باينه بنين. وباقي واحد انتصار هذاك ما وريتيناش. واد هذا عندنا مغطي بالتفصيل. شوف اي اه يا اه يا مويت يا يا مويت. شنو هذا انتصار المخ هذا ياك؟ تبارك الله، انا ما تشي صراحه بالمستوى. شنو تيتيش؟ انت صار صافي ولاد الجزائر انا. ها؟ غادي انا شي كيلو. الله يعطيك الصحه ديال الصراحه، عندهم هادشي في المستوى والله العظيم. اودي صافي ديري هادي كل صايبه لنا شويه. اجي دخل ورا عندنا شي حاجات مزيانين داخل ياك. راه شوف بعدا دخل شوف الريستورون كيفاش عامل، راه شي حاجه د لاكلاس. يلا اجي ورينا زيدي. اجي انت بلا مولات المحل. الله اجي انت صراجي والله انت صراجات معاك بزاف. صراحه هذا الموقع جا زوين هنا في هذه البلاصه كامله. كما كتشوفوا هذا بيرو بطبيعه الحال. اييه يلا انتصار كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. هشام خالد معنا راه متتبع وافي من قناه ديال محبوبه تي في واختي يمنى ومعالم انتصار وتبارك الله عليه. انا نعطيوها لك. اييه تبارك الله عليك خويا علي. السلام عليكم خالد، الله يحفظك. مزيان كلشي بخير الصحه. مرحبا العائله دم حليمه وعريصاتها واختي انتصار. هذا شرف بينا كبير اللي جا عندنا اليوم كبرنا بهم. بارك الله فيك اخويا. شكرا. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالقناه ام يمنى. ام يمنى بارك الله فيك. الله ندعموها وحتى هي مسكينه تستاهل شي حاجه كثار. مسكين. بارك الله فيك اخويا خالد، شكرا لك بزاف اخويا. الله يرحم والديك. مرحبا بكم. عندنا تبارك الله عندنا الخير موجود، عندنا السردين، كاين السردين ديال البلاد، عندنا الحرام كستان الفوتليت، عندنا الشلايط، عندنا الحوت الوسيط والحوت. اييه تبارك الله خويا تبارك الله. عندنا العدس البيصارة، عندنا الدجاج المحمر، اللحام، القليه. المهم الخير موجود، توجنا الشطون، توجنا اللحام. المهم الخير موجود تبارك الله. تبارك الله عليك اخويا خالد، شكرا لك بزاف اخويا. مرحبا بكم. مرحبا بنا وشرف بنا كبير هذا اللي جيتوا عندنا اليوم. الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك اخويا. شكرا. تبارك الله عندهم هذا المطعم هذا في المستوى والدراري زوينين مقبولين. طبيعيين الدراري الشعبيين ما كاين لا بروتوكول لا والو. لا والو. ها انتم المشاهدين. جوهرة الشمال. سميتها اخويا خالد؟ جوهرة الشمال قاع عسرس. اييه تبارك الله عليك اخويا وشكرا لك بزاف. اش بالك اختي يمنى في هذا الشيء؟ ها؟ ها؟ يلا جي شوفوا داك الشيء اللي كاين. شكرا لك بزاف اخي، بارك الله فيك. الله يحفظك. نتلاقاو مع الضيوف ديالنا. خليت لهم راه يا كاتي تسمح شي ولدك. ها خليه حبسه باش دوز ستاج. السلام عليكم. اهلا 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 اهلا. ما فينا الشرفه. الوالده
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وليداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ أجيو وليداتي تغداو معنا يا جماعة. يا الوالدة شتي تحية لوجدت بعيد خالتي يمنى. والله يسهل عليكم وليداتي، وتحية للمشاهدين ديالي يمنى، خويا يمنى. والله يسهل عليكم والله يرضي عليكم، ورحنا مساريين في الطبيعة الزينين وفي بلادنا، وبلادنا كلها مسارية. والله يعطيكم الرضا والله يسهل عليكم. امين. ديال الوالده شنو الوالده دايرين هاد النهار الغدا ان شاء الله؟ شنو ضمونديتو؟ شنو خليتو؟ شنو عند اخر؟ انتما ضمونديتو دابا؟ حنا انتما اللي ضمونديتو دابا قالنا هاد الشيء ناضي. والله الا واعر بالله. الله يحفظها. كدوزي ستاج ولا كنغني لريان؟ غني نسمع بديك هالصيفان. ويلي عرفتي انا كنقول لك اسمك. قولي انا بلا عصا هالصيفان. اشنو كيبغيتي تشم داك الديسك؟ لا عرفت الحق، ديك هالصيصان غير كندير انا. شنو هي فاهمينها ماشي فاهموها؟ واحد الاغنيه كذا كتبني سيدا في البنات سواطي تصنتو لها وكيبقى هالصيصان شي حلوين وكيبقى الزوم. اللي فاهمها انا الله يلاه فاهم. اشنو يا الحبيب؟ ياك يا واسكو الدار. هيك تكسي كيبدا؟ غير كنسكس كيبقى غني ليا. لا لا تيسا والله الا ناقص انا خاي ديالي على الفنانه زكيه هنايا بقوه التيسع تبارك الله كبير. الدايه والفرقه كاملين ما شاء الله. وما نساوش اختي حنان. اختي حنان اللي مشات وخلات بلاصه كبيره. بلاصتك اختي حنان ها هي. والله اختي حنان الا بقات بلاصتك كبيره. كاين واحد الخطوبه ديال واحد بنت صاحبتها. كيفاش السي الحسن؟ كاين واحد الخطوبه ديال واحد بنت صاحبتها بسمونه، نتمنوا ان شاء الله يربي التوفيق فهاد الخطوبه ان شاء الله يربي ان شاء الله يربي ومكتش على خير وبخير. وحنان ما كتقدرش تقول لها شي واحد، اي صديقه ولا هذا ضروري كتمشي وكتحضر هي كتزور مسكينه هي كل شيء. ضروري ضروري الحبيبه. ايوا شفنا وخلات بلاصتها وما ان شاء الله يربي تبوها عما غريبه كاين ان شاء الله يربي. اللوبيا الحبيبه ها الطاجين بلا بها ما كاين والو. هيا ودي لاله انتصار. يا ولدي زوينه توحشناها والله الا توحشناها بالله. ها انتوما ها انتوما كما كتشوفوا المتابعين الكرام هذه التقليه صراحه زوينه. صافي هذا الغدا والله الا وعده صحيحه جات جيتي تبارك الله. نزيدك الطريقه ياك اختي انتصار. لا واجب لنا الحاره خويا. شكون اللي كان مول الفكره ديال هذا الغدا هذا؟ شكون اللي كانت الفكره ديالو؟ انتي انا عارفك اختي انتصار. عوض راسك معانا والله العظيم. ها؟ قضيه غاره انتصار. لا مولاتي مراه وقاده. انتصار عنده شخصيه عظيمه والله العظيم. طاقه ايجابيه تهضر مع الناس يعني واحد الامبيونس وراه من المتتبعين الاوفياء هادو ديالكم وديال انا مطعي هو هذا مثل يجي يجي عندهم ترانكيل والله تبارك الله. والتعامل مناسب جدا. التعامل عندهم واحد التعامل زوين. شكرا لك اخي الله يحفظك. انا عندي كيم هذاك السي لايان سكت. السي لايان سكت. غني له حصة ناكلو. غني له حصة. الفريت غزال ما مسيطط ما تشحش. الله يلاه والله الفريت معود. هذاك الله يعطيك الصحة يا اخي. شوف على كبشو شوف على الصواب شوف على الصواب. دابا يضربوك بالعين هذا تزق قلب الصيني انا. الله يعطيك الصحة يا اخي. هادي ما يسالك. تبارك الله تبارك الله. صراحة هادشي الله ينورك اخي شكرا لك بزاف. انتم المتابعين الكرام عرفتي الريحة عاطية ديال هاداتي. انت يا الوالدة ودي الله يعطيك الصحة وصافي يا اخي. اش كتقول انت صار انت صار الكواليس 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 الكواليس. لا انا بغيناش مع المتتبعين ديالنا خاي ديالي كلشي ما تقولي لا كواليس لا والو. شنو قلتي لها في ودنيا؟ حنا كنعيشوا على الطبيعه ديالنا. شنو قلتي لها انتصار؟ قلت لها شو الفريد ديال الديجي معود. دابا المتتبعين ديالنا غنجلسوا نتغداو معاهم. الغدا ديالنا كان على هذا الشكل هذا طويجنات. وكيجاكم الطاجين بعدا؟ دابا امي يمنى حيت بحكم ما كتخرجش بزاف نقول ماما كي جات كتخرجها. لا زوينه تبارك الله. الله يخطيكم عليها. باقي غيشاركوا معاها بزاف الفيديو زوينه. الله يرضي عليكم والله يرضي عليهم وشكرا بزاف وشكرا انتصار.
والله وقت معكم يسهل عليكم يا ربي امين. وانتم كتشوفوا هذا ضمانتكم انتصار هذا نهار كبير نهار كبير انا معاك انتصار في هذا لا اجي لا الفرشي طالاتي تيس الخبز الله يرحم الوالدي دابا غندعوهم باش ما تزربوش عليا لا خصك ديري الريجيماتي تيش قسما بالله العظيم ماشي ديما نكتب معاه الخبز ما ناكلهاش لا والو تيشري الريجيم والله الا خصك ديريه تيتيش والله الا خصك ديري الريجيم اطلبوها من راسي كنقولها دابا دابا عطاو الزيتون صافي تيتغش ديغ الزيتون والله بداي الريجيم من دابا الله يرحم والديك يلاه وليدات راه فمنا تحرق علينا الله يرضي عليكم هادشي بنين وزوين الله يسهل عليكم يرضي عليكم بلا ما نطول عليهم عليه السلامه باي باي لحظه راينا باش تسكت على الغني الشعبي